هل فيك وفيك بالقناة؟ اليوم عنا فيديو جديد وأنا كتير مستغرب إنه كتير ناس بتسأل شو نوع الفراش بتستعمل؟ ليش دائما الفراش تبعك هيك؟ ليش دائما بتساوي هيك؟ وا 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 كل هذا الحكي. الفراش شيء جدا بسيط ما بيهم، صدقوني ما بيهم. كل الفراش اللي بتحتاجها لأنت، وهدول أغلب الفراش اللي بيستعملها اللي هي فرشاة السكتش، هي عبارة عن فرشاة حادة لكن الأوباسيتي تبعها قليلة. شايفين انا مثلا هون في فرشاة حادة، بس نحن بنقلل الاوباسيتي تبعها بتصير فرشاة سكتش او الشفافية. هي بتلاقيها باعدادات الفرشة نفسها. في فرشاة السكتش، الفرشاة الحادة، وفرشاة الالوان المائية اللي هي الفرشاة الناعمة. في عنا الفرشاة الناعمة، هي في عنا عدة انواع، هدول كلياتهم انا حغطيهم كيف نحن بناخذهم كيف نحن بنحصل عليهم يعني. عموما هلا بس انا بدي احكي عن الفرشاة العادية طبعا اللي هي السكتش، مثل ما انتم شايفين يعني بتساوي فيها السكتش. انا اللي بقعد بشخبط فيه، بعمل اللي بدي اياه، اللي بيسعني انه انا ساوي فيه، بس حتى انا اعطي فورم او شكل. هذا طبعا بيختلف من اسلوب لاسلوب. في ناس دغري بترسم من السكتش وبتكتفي بالسكتش وبتبلش انه تعمل رندرينج فوقه، وفي ناس بس تكتفي بانه تحبر على طول، وهذا الشيء طبعا له مساوئ، بس اذا انت بتعرف تساوي هذا الشيء فكفو عليك. بالنسبه للووتر كلر، انا نفسيا بستعمله حتى اني اعطي الاتموسفير تبع الرسمه، مثل هيك مثلا. يعني نحن هون استخدمنا بس حتى نحن نعرف كيف التفاصيل على الرسمه ممكن تجي، وكيف نحن بدنا نساوي الاتموسفير او الغلاف نفسه اللي خلفيه غامقه الرسمة، مشان نحن نعطي تعبير الرعب يعني. هذا الشيء له علاقة بالرسمة، من رسمة لرسمة بتختلف، بس انه انا استخدمت هون الفرشاة هي بس منشان نحط اساسيات الالوان او اساسيات الدرجات، مشان انا اعرف بعدين شلون، ويكون عندي مرجع شلون الضوء مثلا حيجي، مثل هيك. ملاحظة مهمة، إذا أنت جهازك بطيء مثلي رح تحب إنك تطفي هي وتشغلها من وقت للتاني. هلا مثلا هي هي مثل معدل السموثنس أو معدل السلاسة اللي بيمشي فيها الخط. مثلا هلا مثل ما أنا لما ساويته 40 صار هيك سلس، لما ساويته 1 هيك بيمشي بسرعة، فحط هذا بالحسبان. هلا هون مثلا نحن عطينا هيك مثل شيء اضافي او طبقه اضافيه فوقه، بس مشان نحن نخلي التركيز على سانتا اكثر. وطبعا هذا الشيء نحن بنقدر انه نخليه ناعم اكثر عن طريق هلا طبعا نحن بنقدر نساويه ناعم اكثر، بس نحن بنساويه عن طريق اما هي الاله، عفوا تاكدوا انه نحن حطها ترانسبيرنت ونختار اللون اللي بدنا اياه. نحن بنقدر نخليها هيك عن طريق انه نستخدم هيك، وشفتوا شلون عطى عمق للرسمه. او مثل ما انكم شايفين بنستخدم هون نفس الفرشاة، نستخدمها نفسها، فهيك نحن بنقدر نعطي هيك تنوع بالدرجات. طبعا هذا اذا كان انت عندك جرافيك تابلت، اللي هو انا عندي بالنسبة لي هذا الشيء اساسي للرسم الرقمي. ما بعرف كيف في ناس بترسم من دون حساسية الالام، بس هذا شيء بينفع على حساسية الالام. اذا سألت حدا ليش وهو كيف بيقدر يخلي الخط هيك بعدين هيك، يعني هيك شوي هيك بعدين هيك بعدين هيك، هذا كلياته اسمه بيعتمد على نظام البريشر سنسيتيفيتي الموجود بالجرافيك تابلت، اللي بتلاقيهم انت اما على امازون او من عند اي محل له علاقه بهدول الشغلات الالكترونيات. فالمهم بعد ما نحن ساوينا هدول الشغلات، نحن هلا ما عم نساوي رسمه كامله، بس انا عم اعرفكم عن انواع الفرشاه. مثل ما انكم شايفين في هون كثير انواع فراشي. شو جمع فرشات؟ فرشايات؟ ايه. المهم مثل ما كنتم شايفين في كتير انواع، ومن اكثر الشغلات اللي انا بستعملها هي الووتر كولر اللي هي الالوان المائيه، ومن اكثر الشغلات اللي انا بستعملها اللي هي الووتر كولر اللي هي انا بستعملها مثل ما قلتكم منشان الفرشاه الناعمه. ما بستعمل هي، انا ما بستعمل هي، هي كتير كتير انا برايي ناعمه فما بستعملها، اللي هي الفرشاه الهوائيه، الاير براش، الاير براش. بينما انا بستعمل منشان انا اعطي تكستشر للرسمه او اعطيها مثل ملمس، بستعمل هي لانه هي فرشاه. دايما اورجيكم اياها بالاحمر بيبان، شايفين شلون لها هيك يعني لها كانه ملمس، لها شيء بيعطيها مثل خامه مشان نحن نحطها على الرسمه. فهذا الشيء كثير كثير بفيد الرسمات وكثير بفيد القصص هي كلياتها، لانه كثير كثير سريع وبيعطي ملمس وبعد وعمق اكثر للرسمه. ومن الشغلات الثانيه اللي بستعملها اللي هي
الألم بس بستعمله بدون حساسية الألم. هذا الشيء بفيدني برسم الكرتونات، إذا لاحظتوا ما في حساسية ألم، قد ما كبرت الفرشة ما في حساسية ألم، هي بس دائرة. هي بستعملها بس منشان إذا أنا كان الرسم تبعي أو أسلوب الرسم تبعي كرتوني، فبستعملها لهيك شغلات. وهلا رح أعلمكم كيف إنكم تساوي الفرشاة اللي أنتم بدكم إياها. أول خطوة إنكم تكريتوا كانفاس ب 500 ب 500 بكسل. وهيك طبعا أنا هلا حبلش أعلمكم كيف إنكم تساوي الفرشاة اللي انتو بدكم اياها. هلا مثلا نحن هون بميديا بانج انا ما بستعمل الفرشات اللي انا بساويها، يعني مثلا مثل شايفين مثل هي انا عندي اياها وانا اللي ساويتها، بس انه ما بستعملها كتير الا بحالات خاصة مثل هي كمان مثلا، هذول كلياتهم انا ساويتهم. وكيف وشلون ساويتهم هذا الشيء من قلب الميديا بانج اللي هو برنامج اللي انا عم ارسم فيه، ميديا بانج بينت برو. نفس الميديا بانج نفسه انا عم اقدر اني انا اساوي الشغلات اللي انا بدي اياها، سواء ان كان اني انا احمل فرش او اني ارفع لكم فرش. فممكن اذا انا تذكرت اني ارفع لكم الفرش اللي انا بستعملها مشان انتم تحملوها وتضيفوها. هلا مثل ما انكم شايفين نحن عندنا اعدادات، هلا طبعا الواجهه تبعي هي موجوده لإلي. دقيقه اوكي ما بقدر اني اغيرها. الواجهه هي تبعي انا معدلها على ايدي مشان تناسب احتياجاتي. بتلاقوا شغله مثل هي اللي هي الكانفاس اللي هي الفراشي، المكان اللي بتلاقوا فيه الفرش. فانا فيكم انكم تعملوا مجلد يعني او جروب ادد برش جروب، وفي خيار تبعه ادد برش سكريبت، هذا انا ما بعرفه ولا قربت عليه. في ادد برش بيتمن اللي هو نحن اللي بدنا نركز عليه، في الادد برش. الادد برش بس انه نحن ناخذ هاي البرش العاديه نقعد نعدل عليها شو بدنا اياها، ونحن بنعمل لها كرييشن على ايدنا، سواء كان بدنا اياها سماج، بدنا اياها تظبيط، هدول الشغلات كلها بتزبط يعني عن طريق هي الشغله الاساسيه كلها. بدنا اياها اتش بين، بدنا اياها، هدول كلياتهم اعدادات موجوده بالميديا بانك، سواء حتى بنقدر نحن نخليها محاية، بس انا ما بدي هدول لانه هذا يعني شكل عادي. فانا لساوي مثلا بدي لنقول عندي مشهد فيه هيك خضار وعشب كتير، فانا هحتاج ان انا ارسم عشب، وانا ما عندي كتير عشب، ما عندي الخامات تبع العشب، ما بقدر اني استعمله، مو العشب، العشب عفوا اللي هو الحشيش. فانيوي فخلينا نرسم هيك شوية عشب هون، صح مو منظر ومنظر عشب بعرف سلكو، بس انه خلينا نحن نرسم هون منظر عشب، شايفين؟ بعدين نحن بنروح عند نفس الخانة، انا امتى مشان اورجيكم اياها، ادد برش اللي هي هي، وادد برش فروم كانفاس اللي هي من هون. فهون هو بيورجينا الاعدادات، ونحن هون منخبص بقى على كيفنا. خلينا نسميها عشب جراس. في عدة انواع مثل بيت ميت ووتر كولر، فينا نحن نخليها هيك، شايفين شلون نحن اعطينا تكستشر وهيك، بس نحن مو هذا السبب بدنا اياها، بدنا اياها باترن. لحظة شو هذا؟ انا ما بدي عفوا. فالمهم نحن نرجع لهون، هون نحن بنقدر نحن نعدل على الاعدادات تبع الفرشة نفسها، اللي بدي اياها اقل، بدي اياها اكثر، بدي اياها قديش التباعد بيناتهم، بدي حجمها، بدي هل في فرق بالشفافية، هدول كل الاشياء مترجمة هون. بدك انت تحفظ كل وحدة شلون الوضع تبعها. وهون طبعا الروتيشن كيف ال، طبعا هلا هدول نحن بنقدر نطفي انه مثلا السايز او الحجم يختلف حسب حساسية الألم، نحن بنقدر نختلف يعني نقيم الاوباسيتي كاملة، فهيك بصير عندنا هذا الشكل. هي الفرشة هلا مثل ما كنتم شايفين انا خبصت فيها مشان خلي انه تطلع لون رينبو، حتى لو حطيت لون اخضر عم تطلع لون رينبو. كيف بعدل انا هذا الشيء؟ عن طريق انه انزل على الكلر هو وهذا، فشايفين هلا صار تطلع اللون اللي انا بدي اياه وظبط. بس اذا انت بدك شيء هيك عشوائي بالوان عشوائيه مثل ما انتم شفتوا هنيك، بتقدر انك تعدلها عن طريق الهيو والكلر ده، بس لعلي اضاءه. فنحن هلا مثلا نقدر نروح لهون لنقول انه هو هون سانتا سفاح، ماشي؟ فنحن لازم نحط هيك شويه عشب. لنقول نحن بنقدر نحط عشب، انا بدي اللون هيك جراي مثل ما انكم شايفين. بقدر انه انا اغمق الوضع مشان شايفين هون هيك، بدي هيك ضيف شوية حشيش حواليه. طبعا هذا الحشيش مو ظابط لانه انا ما قعدت كتير يعني عم عدل على هذا. هيك نحن نقدر نخليها، اذا عدلنا الروتيشن انجل نقدر نخليها 100% دائما لفوق، عفوا شايفين هيك دائما دائما لفوق تصير. بس هون في راندوم، عفوا
المهم انه انا حامشي فيها هيك، مثلا انا بدي اياها هيك، بقدر انه انا احط وحده وحده، بقدر اني اضبطها، بقدر اني اعطيها التكستشر اللي انا بدي اياها. طبعا هذا الشيء بيزبط على عده انواع من الفرش. هلا مثلا نحن بنقدر نسوي فرشاه ادق واضبط من هيك بكثير، مثلا هيك نحن بنقدر نخليها مثل فرشاه التلوين زيتي، عن طريق ان نحن نساوي هيك علي هيك مثل ما انتم شايفين. هي ووتر كولر بس اللهم انه الى تكستشر، فصارت هيك. هي بتعلق الجهاز نوعا ما، اذا كانت نفسها فيها تفاصيل. هلا مثل ما انتم شايفين عم تعلق لي جهازي، بس انه الى الطريقه اللي تستعملها فيها. بتقدر انك انت بعدين تعدل عليها الروتيشن، الراندوم، هدول الاشياء بتقعد تخبص فيهم، التعقيد. فنحن بنقدر نسوي منظر مثل هيك، وهذا الشيء انا شايفه ممتاز كثير. فعموما بتقدر انت تحط شو ما بدك فيها لهالقرنه، بتقدر تخلي انت اي شكل. خلينا نحط نحن مثلث العيون وتم، حسميه حمزة. المهم نحن بنضيف حمزة على قائمة الفرش. فأي هلا صار نحن عندنا باب، شو باب؟ قصدي حمزة. فمهم شايفين هذا حمزة، نحن بنقدر انه نتحكم بالاعدادات تبعه. مثل ما انتم شايفين بنقدر نعمل له روتيشن، بنقدر نحن نخليه مايل شوي على حسب الاتجاه، نحن بنقدر نخليه عشوائي، بس انا بدي اياه هيك. نقدر نخليه ووتر كولر اللي كتير حمزة. شايفين كم حمزة فيه؟ طبعا تقدر تستعمل هالطريقة بسهولة لانه عذب حالك. فاي شكرا انكم تابعتوا الفيديو النهاية، واي انا لازم غير بانر القناة وهدول القصص، بس انه هلا نحن قاعدين عم نتسلى انه كمان علي كمان مشاريع زيادة ودراسة، فلما افضى انا بساويها. شكرا كتير لانكم تابعتوا الفيديو النهاية، لا تنسوا تشتركوا وتفعلوا الجرس، وشوفوا بالوصف في رابط المانجا تبع نوتي تشان يلي حابب يقرا. سلام.